استاذ عنتر يا عم عاطف رجلك طيب مش بدالي انا ايه ده بص يا عم عاطف انا بعمل الكلام ده من ورا صاحب الشركه خلي بالك بص الاداره تلمهم لك يا عم عاطف ماشي عنتر ربنا يستر يا عم عاطف ربنا يستر هو ماله باشمهندس انا عارفه لما بيجري الجاريه دي احنا فين سيبه في ليله ايه اللي انت هتقوله ده تعال روح على المكتب هات الشكاره دي كمان تعال افتح حالي يا عم عاطف ربنا يستر ربنا يستر الاستاذ بتاع الامن ممكن تفهمني ايه ده يا حاج هاند انا بلمهم لهم الزباله عشان ياكل فيهم عيش يا حاج هاند راجل غلبان انا ما بعملش حاجه غلط ما بسرقش يا حاج هاني وانا ما باخدش حاجه لنفسي ده راجل غلبان على باب الله بلمهم له بدل ما يمد ايده ويشحت يا استاذ هاني اكيد الموضوع ما لهوش ضرر على الشركه ولا على حضرتك ولا علينا وفيها ايه يعني لما عنتر يعمل حاجه زي دي حاجه كويسه استاذ هاني حضرتك بتعمل اكتر من كده يعني وحضرتك خير يعني فالموضوع مش وعامة حقك عليا يا حجان لو انا عملت حاجه غلط بس انا والله انا مش شايف ان ده غلط سامح يا استاذ ما تقطعش عيش انا عيال غلابه معلش انتوا شايفين كده يعني؟ اكيد طبعا اكيد يا حجاني انت شايف كده يا استاذ عنتر يا امن اللي انت شايفه حجاني اللي انت شايفه صح حجاني ما فيهاش حاجه ما لاش كلام يا استاذ رنده سامح عشان خاطر ربنا اللي انت عملته ده غلط حقك عليا يا حجاني اخر نقطه وانت عنتر انت معاك مؤهل ايه؟ بكالوريوس تجاره يا حاج بكالوريوس تجارة؟ انت من النهاردة عنتر هتمسك مدير حسابات الشركة عشان انا ما لقيتش امين زيك في الشركة وانت عم عاطف وانت بدل ما تلم كنزات وكلام من ده هتشتغل نظافة في الشركة وهنمسكك ان شاء الله حاجة كويسة بس انت اللي هتثبته بعملك مبروك يا عنتر مبروك يا عنتر مبارك فيك مبروك يا عم عاطف شوف اللي بيعمل لله شفت وجع شوف شكرين يا حاج هاني الله يبارك لك عامل طعم انت سيب دول بقى عم عاطف دول احنا ممتلكات الشركه تاخدهم دول احنا اللي هنبيعهم يا عم عاطف انت عارف كيلو الكنزات ده بكام يلا بقى تلموا يلا بقى احنا نلمهم وناخدهم يلا انت دعاء انا مش عايز ادعي مش عايز هنلم دول بيجيبوا فلوس كتير انت عارف كيلو الكنزات بكام لا ما اعرفش كنزات مش بكام الله ينور عليك يا حاج هاني تسلم يا رب يا حاج هاني يا رب ليه هو في ايه محتاج اي حاجه ماشي يلا بينا يلا بينا محتاج السلام عليكم بعد اذنك بقى اوعى